مع طبعا يعني حساب المشاركات اللي كانت لي في كاس الكؤوس الافريقيه بعدما اندمجت بطوله كاس الكؤوس الافريقيه مع بطوله كاس واصبحت تسمى طبعا كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. خطرك مر الدين لا لا سنت عبد ايضا مصابر ابطال بالاضافه طبعا لبطوله كاس السوبر الافريقيه. ركله مرمى لجمعه جنارو حارس مرمى فريق الهلال السوداني بطل السودان الهلال الصيف طبعا برنيش السوداني ايضا خرج من دور ال 64 لبطوله دوري الابطال وبالتالي ودع ايضا يعني موسمه الافريقي حتى لم يشارك في البلاي اوف لانه لو كان خرج من دور ال 32 كان لاعب في البلاي اوف لهذه البطوله لكن خرج من ال 64 الاول من دوري الابطال وحول للهلال وخطا ركله حره وحب قلبه ليفواري ديربلي فريق قطع عربي الناجي لاعب الارتكاز يلعب فريق نهضة بركان 10 دقائق اولى مرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان والهلال يتاخر بهدف مقابل لا شيء هنا في بركان وهو يلعب امام فريق نهضة بركان اللي بيلعب للمرة الأولى في تاريخه طبعا في دور المجموعات لأي بطولة إفريقية رابع الدوري المغربي في الموسم الماضي لمسة يد على لاعب العربي الناجي طاهر الحاج طالب طبعا بطاقة يخرج العربي الناجي خارج خطوط الملعب يخرج برفقة الطاقم الطبي لفريق نهضة بركان لم تظهر نيابة الهلال في هذه المباراة لم نشاهد أي كرة هجومية لكبير الكرة السودانية كرة عالية بالأمام الرد إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى ركلة مرمى لصالح فريق نهضة بركان والمريخ والهلال التنافس الكبير في كرة القدم السودانية بين كلا الفريقين ركلة مرمى لصالح فريق نهضة بركان يلعب عبد العالي المحمدي كرة طويلة عالية في الأمام تعود من جديد لمسة جميلة من جانب اللاعب بكر الهلالي لاعب كرة في الأمام تحرك أعمل الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى تحركاته في منتهى الروعة هذا اللاعب مباراة اللاعب التوغولي